طيب الناس في الحر، انتوا عارفين المقولة العظيمة الخالدة بتاعت الحاجة أم الاختراع. الناس بقى في الحر في أسوان، الجو كان حر جدا، فلازم يشوفوا حل. الحاجة أم الاختراع، هنروح نشوف عملوا إيه. اتفضل. الحاجة أم الاختراع، مثل ينطبق على ما يفعله البسطاء من أهل أسوان للتعامل مع الموجة الحارة التي تتعرض البلاد لها. فأسوان لا يوجد لها شاطئ على البحر ليخفف من حرارة الجو ويخرج إليه الأهالي للاستحمام والتنزه، فاتجه الأهالي إلى نهر النيل واختاروا مجموعة من الجزر والشواطئ الممهدة والتي بها رمال، وخرجت إليها الأسر والشباب هربا من حرارة الجو ولقضاء يوم جميل بدون مصاريف. بنيجي كل يومين كده، بنيجي مواعيد الساعة 5 بالظبط عشان تكون الشمس شوية بدأت يعني في الغروب وتخف، فالعيال بياخدوا بيستجموا في النيل شوية طبعا عشان خاطر موضوع حرارة الجو، الشمس اللي هي بقت عالية زيادة عن اللزوم، وأول سنة يحصل فيها كده، فبنضطر نجيب العيال ونيجي شوية في الماء يلعبوا شوية ويستجموا. في الصيف تبقى كتيرة طبعا، عشان بيعجوك طبعا من بحر ومن قبلي، بتبقى الأعداد طبعا كتيرة. في اللي بيجي بقى إيه طبعا، عندنا طبعا هنا بيبقى معاك يوم الخميس وجمعة والسبت، دول طبعا بيبقى فيها الناس الأعداد يعني كتيرة. شط الفقراء معانا صح بتاع الغلابة، وهنا ما حدش من البلد عامه، ما حدش بيتكلم مع اي حد غريب، يجي يحتك بحد يعني. احنا بنوقف هنا معاهم مع الحريم مع الاسر مع دي، ما حدش بغلس على حد. الناس بتيجي تاخد راحتها وبتستحمى وبتظبط نفسها وبتمشي. احنا في قريه العقاب، بالنسبه للصيف ما عندناش ترفيه الا المكان ده يعني المغاره، وما فيش اي مكان قريب لينا، ولا اسكندريه ولا غردقه ولا اي حد في البلد تسمع ظروفه انه يروح اي مكان تاني يعني. فبالنسبه لينا ترفيه للشباب وللكبار، ودايما هنا من 1 الظهر للمغرب، وبعد كده كل واحد يطلع يشوف حاله. وأصبحت هذه الشواطئ بديلا رخيصا عن السفر إلى الغردقة أو الإسكندرية، وملذا للبسطاء والأسر الفقيرة. ولم يكتفي الشباب والأطفال بالنزول للاستحمام في نهر النيل، بل أقاموا المسابقات والألعاب الشاطئية، وبدلا من الباتش باجي استخدموا الحمير في سباقاتهم. يعني هنا ب20 جنيه من أسوان بتاع أسوان، ده لو خد عربية مخصوص ب20 جنيه وعائلته حيجي يقضي يوم زي العسل هنا، وهيرجع تاني برضه نفس النظام، عشان تروح اسكندرية ولا 5000 جنيه تكفيك. طبعا كل زول طبعا على قد حاله، طبعا بقول لك بروح هنا وبروح جنينة السلام والحتت طبعا جزيرة النباتات. يعني لا مبسوطين يعني، قضوا اليوم ما شاء الله يعني. ورغم انتشار شواطئ الفقراء بأسوان، إلا أنها بعيدة كل البعد عن اهتمام المسؤولين، فلا توجد بها أي وسائل للأمان أو للإنقاذ. وكل عام في فصل الصيف تحدث أكثر من حادثة غرق، ويقوم المسؤولون بالتنصل من المسؤولية بحجة أن هذه الأماكن غير مرخصة أو غير معدة للسباحة. ما فيش ولا عوامات ولا في وسائل حماية من تبع الأجهزة اللي هي المسؤولة عن حماية النيل، عشان في أطفال بتنزل فبتنزل يعني مع نفسينا. يا ده احنا مع نفسينا، ما فيش حاجة، لا ما فيش. يا ريت زي بيت الشواطئ وزي اسكندرية. أنا رحت الغردقة ورحنا اسكندرية قبل كده، في كل حاجة. احنا محتاجين كل حاجة. يا ريت أسوان يعني انت بقولها كده، يا ريت تبقى بلدنا احسن بلد ان شاء الله. في كتير بتحصل حوادث غرق، وخصوصا في شهر رمضان بيبقوا في شباب طبعا طايشين بيخشوا جوه النيل مع التيار ومع الميه، وعدم وجود عوامل امان لينا هنا، فالشباب بيخشوا فيه يعني. كل سنه ممكن البحر بياخد واحد او اثنين يعني. فلماذا لا تقوم المحافظه باعداد احد هذه الشواطئ وتوفير عوامل الامان والانقاذ به، ليستخدمه اهالي المحافظه كشاطئ عام، ويكون بحق شاطئا للفقراء. السؤال اللي انتهى بيه التقرير هو السؤال الأهم. الناس دي ما عندهاش مكان يروحوه، خلاص ما عندهمش غير المكان ده. طب من خلاص يعني نعتمدوا بقى، المحافظة تعتمدوا وتزبطوا وتحط ناس منقذين وتعتمدوا. طب هيعملوا ايه هم؟ يروحوا فين يعني؟
يعني يروحوا فين؟ ده سؤال برضو. انا طبعا مش عارف هل مسموح اصلا الناس تعوم في النيل ولا لا، هل اصلا امان ولا مش امان؟ ده سؤال مهم. ما هو امان، هو انت مش شايفاهم قاعدين يعوموا، ما تعرفش برضو، عاملين مسابقات لان في اطفال بتنزل وممكن طفل يجري. يعني الموضوع برضو ما اعتقدش ان هو امان، بس احنا في نفس الوقت هيعملوا ايه؟ يعني هو عشان كده احنا بنقول ما يعني يبقى في منقذ موجود المحافظه تقعده في المكان ده ولا يرتبوا لهم الدنيا يناقش. طبعا لو مكان يسمح مسموح فيه بالنزول. على العموم يعني اهلنا في اسوان ناس طيبين جدا وجمال جدا ومحبين للحياه الحقيقه. اسوان دي بلد جميله جدا والله العظيم، بس طبعا الجو حر دلوقتي مش هينفع نروح، نبقى نروح بقى في اخر السنه كده ولا حاجه، ولا اول السنه الجديده. طيب نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم هنقرا الصحافه.